إليك خمسة أشياء لا يفعلها إلا الصديق الحقيقي. أولا، عندما تسقط أرضا فاعلم أن صديقك هو أول من سيضحك عليك. ثانيا، هو الشخص الذي يعرف جميع نقاط ضعفك. ثالثا، هو الشخص الذي ليس بينك وبينه كرامة. رابعا، إذا سمعك تكذب على شخص ما يكمل هو باقي الكذب حتى لو لم يكن يعلم ما في الموضوع. خامسا، هو الذي إذا زارك وأنت مريض يخيفك بقصص وهمية لأشخاص ماتوا بنفس المرض. في واحد حكى لرفيقه مرتي كتير محظوظة، مرة لقيت خاتم ذهب وكان بالضبط عقياسة، ومرة لقيت سترة فورير بالربا فيكا سعرها أقل شي 10,000 دولار، ومرة لقيت آيفون على الأرض بعده بهلبته، ومرة لقيت بالتاكسي شنطة طلع فيها 1,000 دولار. شايف شو محظوظة؟ عكسي تماما. أنا مرة بس بحياتي لقيت بوكسر رجالي تحت سريري، وكمان مش عقياسي، أكبر مني بكتير.